فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من يصلي بالناس ويقرأ آيات ثم يركع قبل أن يكمل؟ ما حكم من يصلي بالناس فيقرأ آيات ثم يركع قبل أن يكمل آخر آية قرأها؟ ولما سئل لما لم تكمل الآية قال: إنه يجوز الركوع قبل إكمال الآية إذا كان قد قرأ قبلها آيات أخرى. لا، ما يجوز هذا، ما يجوز يقطع الآية ويركع، يكمل الآية. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.